اختنا ام محمد بتقول السكر منتظم معايا، فبنقول الحمد لله ان سكرك كويس، ولكن بدا يظهر تنميل في الراس، صداع في العينين، قلق، النوم مش ملتزم او مش منتظم معاكي. انا بقول سنك صغير 38 سنه، مفروض تمارسي رياضه. هتقولي ما بعرفش همارس فين وهروح فين، ده انا في البيت وما بتحركش. هنقول لك لا، مارسي في البيت، مارسي في البيت، حتى لو معاكي 10 دقايق اظبطي الساعه واطفي موبايلك واطفي تلفزيونك واقعدي اعملي تمرينات، بنسميها تمرينات عامه. لو كلنا نرجع بالذاكره، وانت 38 سنه اكيد في الجيل اللي كان فيه طابور الصباح، اعملي اللي بيحصل في طابور الصباح. حركه الايدين والرجلين ومد وفرد، بالعكس هتتنشطي جدا وهتحسي ان النوم بالنسبه لك سهل. احنا عايزين نشوف ايه اللي سبب التنميل، ممكن تعملي اشعه على فقرات الرقبه علشان نشوف اذا كان فيها خشونه ولا لا. ولكن الصداع والقلق وقله النوم، ابذلي رياضه وحاولي انك ما تفكريش في الحاجات القديمه. كل اللي اساء لك زمان ومن عفا واصلح فاجره على الله. انت عايز الاجر من غير من ربنا سبحانه وتعالى؟ وخليكي كده ايه، سامحي عشان ربنا يسامحك ان شاء الله يوم القيامه.